1900. خير نمر الحلبي دالة الكرمل شارع رقم 3 بيت رقم 20 سجل. تولد 1915، أنا الآن 96، الشهر الآتي بختم 96، بدخل في 7. صحتي أحسن صحة في كل أهل الدالة، وأنا الآن أكبر واحد من تشافي دالة الكرمل من فضل ربنا. صحتي منيحة العمر الطويل نحمد الله. يعني أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب أهلا وسهلا. شو عندك كلمة هيك بتحب توجهها لأولادك، بتتمنى لهم إيش؟ هذا مفهوم، الواحد بيتمنى لأهل بلده الخير وتحب بعضها، الناس ما تنغسس في السياسة الكذابة تنخدع. هذا اللي بدنا، هذا ما هو أسيادنا اللي قبلنا وصونا في هذا، حبوا بعضكم، حب الإخوان، صدق اللسان، السلك عمود البيت. إذا الإنسان مش صادق اسحب من إذا زدته برا. السلك عمود البيت. الجاهل إذا هو صادق من طلاس الخير منه. كذب مذموم في كل شيء، في كل اللغات.